والآن ضيف شرف لقائنا اليوم، ضيف مصر الكريم فخامة الرئيس ألكسندر لوكشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، فليتفضل سيادته. السادة والسيدات الحضور، إذا تحدثت باختصار لقد تأخرنا قليلا أنا وسيادة الرئيس، ولكن لقد انطلقنا إلى مستوى المشروعات التجارية، المشروعات الزراعية، المشروعات الخاصة بمعالجة المحاصيل. وقد وضع السيد الرئيس خارطة طريق كيف نقوم بتفعيل هذه المشروعات، وأنا أؤكد لك معالي الرئيس بأننا في السنوات القليلة القادمة سوف نفعل هذه المشروعات للشعب المصري، لتلك الحضارة العريقة، للدولة المصرية العريقة والشعب العريق. لقد قلت مرتين للسيد الرئيس بأن ما تعانون منه الآن عانينا منه مرتين في تاريخنا. لم يكن الأمر سهلا بالنسبة لنا، فقد عشنا أيام الاتحاد السوفيتي وكنا أكثر دولة أو إقليم متقدم تكنولوجيا في تلك الدولة الكبيرة في الاتحاد السوفيتي. لكن أنتم كمصر وضعكم أكثر تعقيدا، فأنتم دولة كبيرة، دولة تعداد سكانها 95 مليون شخصا. هؤلاء الشعب يريد فرص عمل، يريد أن يأكل، يريد أن يلبس، ويجب أن تدعموا هذا الشعب أيضا، ويجب أن توفروا لهم الحماية الاجتماعية. لقد قلت بالأمس أن الشعب المصري محظوظ بهذه القيادة. لقد كنت هنا منذ 20 عاما والتقيت بقيادات المصرية في هذه الفترة. الآن مصر محظوظة والشعب محظوظ جدا بأن يكون لديهم رئيس بهذه القوة والعظمة. بالفعل المصريين ومصر محظوظون، والشعب يوفر كل الدعم للسلطة الحالية، ولكن سيكون الشعب معكم ليس إلى أقصى مدى، يجب أن يرى نتائج أمامه. رجال الأعمال الحاضرون هنا، لقد وفر لكم الرئيس المصري الحالي السلام والأمان، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون رد فعل منكم. بما أن هناك استقرار في مصر، فاستقرار مصر يرجع لرد فعلكم. ما هو الإجراء الذي ستقومون به من أجل رفعة وزيادة استقرار هذه الدولة؟ لقد فعل الرئيس كل ما هو في وسعه، وقد التقيت بالرئيس في نيويورك حينما التقينا أول مرة، والتقيت هنا أصلا في مصر. وهذه الدولة العريقة وهذا الشعب الشجاع لديه مستقبل واعد. أريد أن أقول مرة أخرى، إنها فترة الأعمال، البزنس. هذا المنتدى الذي يأتي في احتفالنا ب 25 عاما من إرساء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبيلاروسيا، أود أن أهنئكم بهذه المناسبة وأن أؤكد على عمق علاقاتنا في المستقبل. وقد وعدت السيد الرئيس، ويجب أن تعلموا ذلك جيدا، وقد وعدت كل من التقيت به اليوم أن سرعة تقدمنا نحوكم ستكون بأقصى سرعة، سنكون أسرع منكم بالتقارب مع دولتينا، وستكون وتيرة تقاربنا هي الوتيرة التي يريدها الجانب المصري. لقد أكدت للسيد الرئيس بأننا جمعنا صفوة الشركات البيلاروسية، نحن دائما وما زلنا
على قدر المسؤولية ونستطيع أن نحترم كلمتنا. لقد وعدناكم، وإذا وعد الشعب البيلاروسي والبيلاروسيون فيجب أن تكونوا على ثقة بأننا بجانبكم. مصر هي نافذة لكل الدول النامية وكل الدول الإفريقية، إنكم بوابتنا إلى إفريقيا، والسيد الرئيس قد فتح لنا هذه البوابة وفتح هذه النافذة. دعونا أيها السادة أن ننتهز تلك الفرصة وأن يكون لدينا اهتمام بالاستثمار والتعاون مع مصر. إذا كان منتداكم الآن بوجودنا وقد ونعد أمامكم بأننا سننفذ كل الخطط التي وضعناها وبلورناها سويا، ونعد الشعب المصري بأننا سنكون بجانبكم، وهي علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة. لقد قرر الجانب المصري أن يكون اتجاهه نحو التطور ونحو الازدهار. بالفعل في الفترة الماضية كان هناك تناقص نسبي في التبادل البيني بين دولتين، ولكن هذا المنتدى بوجود رجال الأعمال من الجانبين يجب أن تلتقوا بشكل مستمر لكي توفروا هذا المناخ المناسب. لقد بدأت أنا الخطوة الأولى أنا والسيد الرئيس، فتقابلوا سويا، سندعمكم بكل ما في وسعنا أنا والسيد الرئيس. نحن نتعاون سويا من أجل أن نكمل بعضنا البعض، تكمل مصر بيلاروسيا وبيلاروسيا مصر. نحن لسنا منافسين بعضنا البعض، نحن نكمل بعضنا البعض، والاقتصاد هو أهم عامل للتقارب بين الدولتين، وهناك آفاق اقتصادية كبيرة، ونحن نتحدث عن عمليات بميكنة، الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الغذائية، صناعة الأخشاب، نتحدث عن صناعة مواد البناء، المستحضرات الطبية، المايكروبيولوجي. لقد تحدثت مع السيد الرئيس بأننا لدينا تكنولوجيا متطورة جدا، وهي حصيلة اختراعات وتطور كبير في التكنولوجيا. وقد طرح السيد الرئيس بأن تكون لديه مبادرة بأن يكون هناك اجتماع بين العلماء المصريين والعلماء البيلاروسيين لكي يتشاركوا خبراتهم، وكي يدرس الخبراء المصريين التجربة البيلاروسية في شكل أكاديمي وفعلي وعملي، وأن يكون هناك تعاون بين المؤسسات البحثية بين بيلاروسيا ومصر. هذا ما سيؤدي إلى انتشار التكنولوجيا وتطبيقها وتطوير الصناعة المصرية. لقد قرر السيد الرئيس المصري بأن يكون هناك علاقة علمية وثيقة بين دولتينا. هذا هو الصح، هذا هو الشخص الذي ينظر إلى العلم كركيزة للصناعة والتجارة. نريد أن ننتج بشكل مشترك الشاحنات والباصات والأتوبيسات والمعدات والآلات الزراعية. بيلاروسيا تنتج 30% في العالم من المعدات الثقيلة، والشاحنات التي حمولتها كبيرة جدا، وبيلاروسيا معروفة بالعالم بأنها تحمل 4500 طن، حمولة 4500 طن، وهي من أكثر الشاحنات تطورا في العالم. مصنع مينسك للجرارات الزراعية هو أيضا يحتل المكانة الثامنة في العالم. بيلاروسيا تنتج أيضا المنسوجات والمنتجات البترولية والبنزين والأزوت و الأسمدة البوتاسيوم وأسمدة الأزوت والعديد من أنواع الأسمدة الأخرى. ومن ضمن الدول الأوروبية لدينا منزلة كبيرة جدا في مجال الصناعات التكنولوجيا، بل هناك شركات كبيرة في العالم تتعامل بالبرامج ومنتجات تكنولوجيا المعلومات. لدينا تكنولوجيا كبيرة جدا، ولدينا
أيضا شركات متطورة في مجال إنتاج البرامج للحاسب الآلي. وبالطبع المنزلة الأولى هي في تحتلها أمريكا، ولكننا لنا وضع مرموق في تجارة برامج الحاسب الآلي. ننتج أيضا منتجات الألبان، وفي بيلاروسيا هناك أيضا مجال واعد للاستثمار في بلادنا، ونرحب بأي استثمارات أجنبية. وهناك أيضا تشريعات تحمي الاستثمارات الأجنبية وتوفر لها المناخ الذي يؤثر على زيادة تلك الاستثمارات. ولدينا تعاون بارز مع البنك الدولي وصندوق النقل الدولي. الإخوة والأصدقاء الأعزاء، بين مصر وبيلاروسيا هناك آفاق واعدة للتعاون، وجرارات بيلاروس مشهورة جدا في الأرياف وفي المدن المصرية، وهناك الآن صناعة مشتركة لتلك الجرارات على أرض مصر، وقد طلعنا على تلك المنتجات أنا والسيد الرئيس. ستكون هناك صناعة مشتركة بها أكثر من 20,000 وظيفة عمل في الإسكندرية لإنتاج تلك الجرارات، ومن ثم هذه الإنتاج المشترك للجرارات والشاحنات في الإسكندرية الذي سيكون في الإسكندرية، وأيضا أداة الحصاد. سيكون هناك مصنع لإنتاج الجرارات وآلات الحصاد ومركز للدعم الفني والصيانة. سيكون هناك كل الخدمات اللوجستية، ومن ثم إعادة التصدير إلى كل أفريقيا والدول الأخرى. في مصر هناك منطقة تجارة حرة في أفريقيا، وسيكون هناك تصنيع مشترك، ومن ثم تصديره إلى العالم، إلى أفريقيا بالكامل. وهذا الأساس، هذا في صالح بيلاروسيا. كما قلت من قبل، نحن لا نبيع لكم منتجاتنا. لقد وعدت السيد الرئيس بأننا مستعدون أن ننقل لكم تكنولوجيا الخاصة بنا وخبراءنا، وأن ننتج طاقات إنتاجية على أرض مصر، وأن ننتج ذلك سويا، بل ونطلعكم على كيفية الصناعة، ونعلم خبراءكم كيف يتقنون هذه الصناعة. لدينا خبرة كبيرة تتراكمت على مدى العديد من السنوات، ونعمل سويا مع روسيا، ونصدر لروسيا وباكستان والصين. هذه الخبرة معروفة في العالم أجمع، وقد طورناها على مدى سنوات وسنوات. أقترح عليكم تنظيم منتديات وفعاليات رياضية مشتركة بين بيلاروسيا ومصر، وأن نساعدكم وتساعدوننا في مجال البنية الأساسية. التكنولوجيا البيلاروسية والجيولوجية وأفعال والتنقيب وحفر الآبار العميقة والبحث عن الثروات الطبيعية، لدينا أيضا خبرة كبيرة في ذلك، وممكن أن نطلعكم عليها وأن نتعاون معكم في هذه المجالات. وأيضا في مجال الزراعة، فهو مجال واعد، نستطيع أيضا أن نشارككم في عمليات استصلاح الأراضي، وممكن أن نريكم عروضا كثيرة، عروضا توضيحية، لكي نريكم الخبرة البيلاروسية في هذا المجال. لقد تحدثت مع السيد الرئيس، وتحدثنا أيضا على عمليات الاستصلاح والصوب الزراعية على أراض كبيرة، ولدينا إمكانات كبيرة في هذا المجال، ومصر لديها أيضا خبرة كبيرة في الزراعة، فهي دولة زراعية بشكل أول. من الممكن أن ننشئ هذه المشروعات ونعرض عليكم أكثر من اقتراح، وعليكم أن تختاروا ما هو الأكثر نفعا للتجربة والمناخ المصري، ونعد لكم فريقا من المتخصصين في هذا المجال. حينما كنت في فنزويلا،
تحدثت أيضا معهم بكل هذه الصراحة وعرضت عليهم هناك أكثر من مقترح لتكنولوجيات مختلفة، وهناك علاقات قوية بين فنزويلا وبيلاروسيا. كي تعلمون جيدا، الدول الغربية لا تعطيكم تكنولوجيا، إنها تبيع لكم منتجات لكي تكون هناك استمرارية لتوريد تلك المنتجات. أما نحن فنتحدث بشكل آخر، نحن لا نريد أن نبيع منتجات، ولكن نريد أن ننقل لكم التكنولوجيا. وليست هناك أي دولة في العالم تطرح هذا الاختيار، إنها شراكة، إنها صداقة، إنها أخوة. حينما ننقل لكم الخبرة وننقل لكم التكنولوجيا ونطلع خبراءكم على أسرار تلك الصناعة. أود مرة أخرى سيد الرئيس، صديقي العزيز، أن أؤكد لك أننا سوف نعمل سويا معا، وسنكون بقربكم طالما أنتم تطلبون هذا التقارب على قدر ما ستطلبون، على ما قدر ما ستجدون مننا معاونة، وكما نفعل مع كل الدول الصديقة والأخوة. نحن ندعو كل رجال الأعمال المصريين إلى شركاتنا، وندرب الخبراء والمتخصصين في كل المجالات بما فيها المجالات المدنية والمجالات العسكرية. حينما يرجعون إلى دولهم سيدربون مئات الآلاف من المتخصصين الآخرين. نحن مستعدون أن نفعل ذلك معكم، مستعدين أن نفعل ذلك من أجل مصر. الصناعات الطبية أيضا متطورة وتستخدم آخر ما توصلت إليه مجالات الطبية، في مجال الطب العيوني ومكافحة الأورام وكل المجالات الطبية الأخرى. وحينما نتحدث عن الطب البيلاروسي، فأنتم تعلمون جيدا أن مستوى الخدمات الصحية والطبية في بيلاروسيا والاتحاد السوفيتي ومن ثم بيلاروسيا هو راقي ومتطور جدا. لقد تحدثت مع زميلي السيد الرئيس بأننا كل ما ورثناه عن الاتحاد السوفيتي قد طورناه بشكل أو بآخر مرتين وأكثر، وطورناه. ومستوى الخدمات الصحية في بيلاروسيا من المنزلة الثالثة في العالم، ومتطورون جدا في هذه الخدمات. بل الآن نقارن أنفسنا بمستوى الخدمات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية. لا توجد لدينا أي وفيات أثناء الولادة، بل أن النسبة هي صفر، وهذا مؤشر جيد على أن مستوى الخدمات الصحية قوية. وقد زارت منظمة الصحة العالمية بيلاروسيا أكثر من مرة، وكل المؤشرات والتقارير الصادرة تشيد بمستوى الخدمات الطبية في بيلاروسيا، ونستطيع أن نطلعكم أيضا وننقل لكم خبراتنا في هذا المجال. لا يجب أن ننسى هنا أن العالم الآن ليس عالما هادئا، ليس فقط هذه السمة للإقليم العربي أو العالم العربي أو الشرق الأوسط. العالم الآن يحارب الإرهاب الدولي، بل ودولتنا أيضا تحارب هذا الإرهاب. فكما تعلمون جيدا، حولنا منطقة متوترة، حولنا أوكرانيا، وتعلمون جيدا تلك المشاكل في هذه المنطقة. ونحن نسعى دائما إلى السلام، بل ومستعدون أن نتعاون معكم أيضا في المجال الحربي ومجال الإنتاج الحربي، ولدينا العديد من المشروعات التي نود أن نتعاون معكم فيها. يجب أن نتذكر جميعا أن مصر، كما قلت، إنها أقدم دولة وأقدم حضارة في العالم. هنا الثقافة العريقة، وعلى هذا الأساس فالتعاون الثقافي معكم هو أحد أهم المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها. وعلى هذا الأساس أود أن أدعوكم لأن تتعاونوا معنا في هذا المجال، بأن تنقلوا حضارتكم وتاريخكم إلى الشعب البيلاروسي. فمجال الثقافة مجال واعد، وتبادل الزيارات بين المفكرين والموسيقيين والأدباء بين الدولتين سيثري الثقافة البيلاروسية والثقافة العربية المصرية.
السادة الحضور الأصدقاء، أدعو ممثلي رجال الأعمال من الدولتين أن يعملوا بشكل مستمر ومكثف لكي يفتحوا أفاقا جديدة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا. كما ذكر أيضا السيد الرئيس، فقد أشار السيد الرئيس بأن اللجنة القادمة ستكون في الربع الأول من هذا العام، لجنة المشتركة التي ستحدد خطة للتنفيذ أو خارطة طريق لتفعيل العلاقات وتعزيز الاتقاد. لقد اتفقت مع السيد الرئيس بأنه خلال ثلاثة شهور يجب أن تنعقد اللجنة الحكومية المشتركة لكي تحدد ما هي مجالات الإنتاج والصناعة التي سنتعاون فيها سويا، وما هي الصناعات التي سيتم تجميعها وصناعتها على أرض مصر. وأود أن أؤكد أن السيد الرئيس أن كل طلباتك أوامر بالنسبة لنا، وأننا سوف نقوم بتفعيل ذلك لأنه أيضا في صالح المشترك وفي يجلب النفع للطرفين. أود أن أدعو رجال الأعمال المصريين بأن يكونوا على ثقة بأننا ندعمكم على كل المستويات، بل على أعلى المستويات. وأنا على ثقة بأن من جانب السيد الرئيس صديقي عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستجدون كل الدعم الذي أوفره لكم. الأصدقاء الأعزاء، بالنسبة لي في هذه المرة أن أكون مرة أخرى في مصر، وأنا سعيد جدا بكوني بينكم اليوم، وأن تكون نهاية لقائي معكم هو في هذا المنتدى الرائع. لقد تحدثنا عن الكثير من مجالات التعاون المشترك. ثقوا، مصر هي الأفق، مصر هي المستقبل، مصر ستكون دائما لامعة ومتألقة بين كل دول العالم. لن تعاني مصر مرة أخرى، دائما ستتقدم إلى الأمام. إذا وضعتم هدفا أمامكم، كل من هو في القاعة الآن، بأنكم ستكونون على نفس هذا القدر من المسؤولية، فأنا أعرف أن المستقبل لنا سويا. أود أن تكون مصر العريقة، مصر القديمة، مصر الحضارة، أن تتبوأ المكانة التي تستحقها في الفترة القادمة. شكرا جزيلا وكل النجاح والتفوق.